توجهه. دي فظيعه. كان لازم تشوفي ميساره والمناقشات بتوصل لفين عشان الكوليسترول. يا جماعه هتمسكوا يا نهار اسود منك. اكلت انت موز قبل كده؟ يا اولاد الادب. ايه؟ يا عادمين الدم. ايه؟ يعني مش متربيين. بص انا همشي معاك للاخر. هل هو وقف؟ من كتر ما مسكه كده خلاص دموج طلع الدم منه. هو اللي فيك ايه ايه مظبوط؟ لا رفرف نافع ولا كبو. بيعمل بيبي؟ احنا كلنا بنخش على بعض التواليتات. ساعات الفريق كلام يا اخي بتقولوا وتخبطوا كده. خليكم معانا، اوعوا تروحوا في اي حته. مسيب يقولك مع حسين الإمام حصرياً على موجة كوميدي في رمضان.